شركة يدفع من الفوق. اي والله. اثنين بلديه باكر امانه فقدان. جو اليوم. من برا بعد. جو اليوم. بعد. كله يتنفض. هذا اللي حول المقهى. نعم. مرحبا على الوجهه الداخليه تدخل من 20 قطره الى هسه بس شوفوا. بس تاكدوا انا ما اريد الناس تجي تلقى مكان وسط. ان شاء الله الاخ. الان تتفاهمون ويا مي يجب ان يتوفر وبكميات كبيره داخل الملعب. لا لا مو هنا برا لازم الناس يشرب مي. لا ممنوع مش مسموح بس برا مش مسموح مش مسموح بس انا احكي برا بس خلي يجيب. قلت له يقول ما عندنا لا كافيتيريا برا. لا لا لازم هسه حتى اذا اكو سيارات من ذني شايف السيارات اللي تجيب اللي يبيه الماي كافي مثل الكافيتيريات اللي برا بالهاي بس خابر لي يا سيد مصطفى احمد جيبون كافي لازم توفرون ماي وعصاي وهي حتى اذا ماكو عندنا ندخلها اي ناخذ موافقات ندخلها يلا جيبوهم خليهم مهم خلي في حساباتك خلي في حساباتك باكر اقل شيء اقل شيء لازم عندك نص مليون بطل ماي موجود بالملعب هذا مو احنا مو احنا لا شو مو احنا لا 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 ولا للشعب ولا كل مكان هذا هذا شغل الاتحاد الاسيوي احنا وين شو وجه الاتحاد الاسيوي احنا ماشيين به واضح خلاص انت المهم موضوع المي موضوع اللي هاي سيارات ايش اسمها المي مي شلون ندبر المي مو هو يدبر لا 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 بس ما هو هو ما دخل لا لا ما له دخل لا لا ما له دخل مدير ملعب راح يسمح له بالدخول احنا راح نسمح لكن شوفوا لي الشركه اللي راح تجي تجيب لاني سيارتين ثلاثه اللي تسوي اكل ولا تسوي لهم عصائر ولا شيء هي مسؤوله عن الملعب عن المي لان المي ما راح تنطي بلاش يعني الموجودات قصدك يعني بالكم هذا مسحت ما راح اقول له يا اخي هسه شوفوا اكو يا اخي اكو مكانات ذني بيهم موجوده انا الحين خلاص اتواصل وياهم ورتبوا لنا ثلاث اربع مكانات اللي سيارات ذني لمي وهمبرجر وكاس مال باكر الجو حار الجو حار اذا الناس مثل ما صارت شكاوي بالبصره الناس ميته من ماتت عطش